أنا اسمي أحمد، باكل كتير جدا لغاية ما وقفت يوم على الميزان ولقيت نفسي 100 كيلو جرام. الصراحة هو حاول كتير، بس كل محاولاته عشان يخس فشلت. راح لمدرس الساينس بتاعه وقال له: لو سمحت يا مستر، أنا محتاج أطير وأرفرف في الفضاء، نفسي أحس إن أنا بطير، وزني خفيف مش تقيل كده وبرطة. المدرس الساينس قال له: يلا بينا. طلع بيه فوق القمر. الولد بقى فرحان جدا 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 وقعد يقول: الله، انا خسيت، انا مبسوط قوي، انا عاوز اخليني هنا على طول. قال له: يا حبيبي، انت زي ما انت، انت ما حصلكش اي تغيير، انت بس الويت بتاعك هو اللي قل، لكن الماس بتاعتك زي ما هي. النهاردة إن شاء الله أنا وكوكو هنعرفكو يعني إيه كلمة ماس ويعني إيه كلمة ويت وإيه الفرق بينهم. أول حاجة لازم نبقى عارفينها إن الماس not equal weight، الوزن لا يساوي الكتلة. هنبدأ أول حاجة بالماس ونعرف يعني إيه معناها. ماس is amount of matter in the object، amount of matter in the object يعني كمية المادة في الجسم. ماس يعني إيه يا كوكو؟ استني يا مامي عشان أعرف أحفظها. ماس بتبدأ بحرف الأم، يبقى التعريف بتاعها فيها كلمتين فيهم حرف الام، amount of matter، amount فيها ام وماتر فيها ام، يبقى mass is amount of matter in the object، amount of matter in the object. لو انا جبت طبق وحطيت جواه تفاحة واحدة وجبت طبق زيه بالظبط وحطيت جواه 3 تفاحات وحطيت الطبقين دول على ميزان، انهي طبق فيهم الماس بتاعهم هيبقى اكبر؟ الطبق التاني اللي فيه 3 تفاحات هو الأتقل يا ماما. شاطرة يا كوكو، الطبق التاني اللي فيه 3 تفاحات هو الأكبر. ليه يا كوكو؟ علشان الطبق التاني جواه تفاح كتير، يبقى الطبق التاني عنده ماتر كتير، عنده مادة كتير. المادة بتاعتنا دلوقتي هي التفاح، يبقى كل لما الـ amount of matter بتكبر increase، الـ mass of object increase. يعني هفهمك الموضوع بطريقة تانية أسهل. لو عندي تفاحة صغيرة، التفاحة دي بتتكون من كام قطمة؟ يعني تقدري تاكليها وتخلصيها على كام قطمة؟ ممكن تخلصيها مثلا على 10 قطمات. ليه؟ عشان هي عندها متر حبة صغيرين، جواها تفاح حبة صغيرين. طب لو أنا اديتك التفاحة الكبيرة دي، التفاحة الكبيرة دي هتقدري تخلصيها على كام قطمة؟ مثلا على 15 قطمة. ليه؟ عشان هي جواها ماتر كتير، عشان هي جواها تفاح كتير. يبقى كل لما الـ amount of matter increase، كل لما التفاح بيزيد الـ mass of object increase. عاوز أسألك سؤال يا كوكو، هو لو أنت قاعدة على الأرض وكنت بتاكلي التفاحة الحمراء الحلوة دي، لو أنت سافرتي ورحت القمر، التفاحة الحمراء دي هتكبر ولا هتصغر ولا هتفضل زي ما هي؟ هتبقى زي ما هي طبعا. شطورة يا كوكو. mass is constant، يعني الماس قيمة ثابتة ما بتتغيرش. كلمة constant دي ممكن نقول عليها doesn't change، يعني مش بتتغير، أو fixed value أو stable. يبقى mass is constant، mass doesn't change، mass is fixed value، mass is stable. كل الجمل دي معناها إن الماس رقم ثابت ما بيتغيرش by changing place، مهما غيرت المكان اللي أنا موجودة فيه. يعني الماس بتاعتي on moon surface على سطح القمر هي equal الماس بتاعتي on earth surface. ماما أنا عاوزة أحفظ اللي أخدته. ماشي يا كوكو، إحنا دلوقتي أخدنا properties of mass، يعني إيه هي الماس، إيه خصائص الماس. number one، كل حاجة في الدنيا حوالينا ليها mass، all matter has mass. اي حاجه سوليد او اي حاجه ليكويد او اي حاجه جاز، اي حاجه في الدنيا ليها ماس. نمبر 2، قلنا ان الماس اوف اوبجكت انكريز، بيكبر امتى؟ لما الاماونت اوف ماتر انكريز. نمبر 3، ماس از كونستانت دازنت تشينج باي تشينجينج بليس، يعني الماس قيمه ثابته ما بتتغيرش مهما غيرت المكان. يعني الماس اوف اوبجكت اون مون سيرفيس ايكوال ماس اوف اوبجكت اون ايرث سيرفس. وكلمة constant يعني مش بيتغير ليها كذا معنى بالإنجليزي، ممكن أكتبها بكذا طريقة. ممكن أكتب constant، ممكن أقول mass doesn't change، ممكن أقول mass is fixed value أو mass is stable،
يعني قيمة ثابتة ما بتتغيرش. ماما انا رحت اشتريت لك من السوق 2 تفاح. اشتريتي لي ايه يا كوكو؟ 2 تفاح؟ يعني اشتريتي لي تفاحتين قصدك؟ لا يا ماما انا قصدي اشتريت لك 2 كيلو تفاح. ايوه كده يا كوكو انا فهمت قصدك. يبقى لازم لما اقول الماس ايكوال 2 ما ينفعش اكتب 2 بس كده واسكت، لازم اكتب 2 كيلوغرام او 2 جرام عشان اللي قدامك يعرف انت اشتريت ايه. يعني لما كوكو قالت لي انا اشتريت 2 تفاح افتكرتها ان هي اشتريت تفاحتين، لكن لما جت وقالت لي يا ماما انا اشتريت تفاح 2 كيلوغرام، تفاح الماس بتاعته 2 كيلوغرام، يبقى لازم لما اجي اقيس الماس بتاعتي لازم بعديها احط تمييز، احط كلمة، الكلمة دي هتبقى يا جرام يا كيلو جرام. دول بقى اسمهم ايه؟ دول اسمهم units of mass. يبقى ال units of mass كيلو جرام or جرام. هنبدأ ب number 1 جرام. الجرام دي هي عبارة عن measuring unit of small masses، يعني لو رحت اشتريت مجوهرات او مواد كيميائية بشتري كميات صغيرة فبشتري بالجرام. طيب الجرام ده قد ايه يا ماما؟ الجرام ده قد ايه؟ روحي هاتي من على المكتب بيبر كليبس، دبوس ورق ده شايفينه، وروحي حطيه على الميزان. لما تقيسي الماس بتاع دبوس الورق ده هي ده الجرام، هو ده الجرام، يبقى الدبوس الورق ده الماس بتاعته ايكوال 1 جرام. طب لو اشتريت حاجة كبيرة هستخدم انهي يونت؟ سؤال جميل يا كوكو. لو اشتريتي حاجة تقيلة هتستخدمي يونت الكيلو جرام، يبقى الكيلو جرام هو الـ measuring unit of large masses. ماما هو الكيلو جرام ده قد ايه؟ شايفة يا كوكو ازازة المية الكبيرة دي؟ حطيها على الميزان هي دي هتطلع لك 1 كيلو جرام، يبقى الكيلو جرام ده equal mass of 1 liter of distilled water at normal temperature. مش فاهمة يا ماما. بصي يا كوكو، يعني هتجيبي ازازة المية الكبيرة دي وتحطيها على الميزان وتشوفي الماس بتاعتها كام، هتطلع 1 كيلو جرام. بس ازازة المية دي تحطيها ازازة مية نظيفة distilled water، مية معدنية يعني، at normal temperature، يعني ازازة المية اللي انت هتحطيها على الميزان دي ما تجيبهاليش من الفريزر ولا تحطيها تبخري المية اللي فيها وبعد كده توزنيها، لا، ازازة المية اللي انت توزنيها عشان تطلع لك 1 كيلو جرام لازم تبقى distilled water at normal temperature، مية نظيفة معدنية عند درجة الحرارة العادية. يبقى الكيلوغرام equal قد ايه؟ الكيلوغرام equal mass of 1 liter of distilled water، mass of 1 liter of distilled water at normal temperature. والكيلوغرام يا كوكو equal 1000 جرام. دلوقتي يا كوكو انا هوريكي اشكال الموازين اللي بنستخدمها عشان احسب الماس. كلمة ميزان يعني scale او balance. types of scale: two arm scale، one arm scale. two arm scale يعني ميزان عنده كفتين زي البالانس سكيل. البالانس سكيل ده عنده كفتين بيقيس اللارج ماسز، والسنسيتيف two arm scale هو برضو بالانس عنده كفتين بس بيقيس السمول ماسز. وعندي النوع التاني موازين عندها كفة واحدة one arm scale زي one arm digital scale، يعني ميزان عنده كفة واحدة وبيقرا القراية ديجيتال أرقام يعني زي ما أنت شايف قدامك. أو one arm scale with pointer، ميزان عنده كفة واحدة وعنده مؤشر، المؤشر هو اللي بيعرفني القراية. يبقى sensitive two arm scale هو ميزان used to measure small masses، بيقيس الماسز الصغيرة زي الجولد والكيميكالز، المواد الكيميائية والذهب. والبالانس سكيل هو ميزان أو بالانس أو سكيل used to measure large masses، الماسز الكبيرة زي التشيز vegetables. ماما سنسيتيف سكيل في حرف الاس يبقى بتقيس small mass، وبالانس سكيل في حرف ال بالانس يبقى بتقيس large masses. ايه رأيك يا ماما؟ انت شطورة يا كوكو، بس عايزة اقولك حاجة، لما تيجي تستخدمي الميزان لازم تحطيه عدل يعني مش مايل. The balance
must be horizontally يعني لازم يتحط أفقي. ليه بقى لازم تحطيه أفقي عدل؟ ليه؟ to avoid vibration. to avoid vibration عشان تمنعي الاهتزازات. عارفة يا كوكو الصبح أنا رحت الماركت وقلت للراجل اللي بيبيع تفاح، قلت له أنا عايزة 2 كيلو تفاح، عارفة عمل إيه؟ جاب حتتين حديد، هو عارف إن كل واحدة فيهم 1 كيلو، يعني حط في الكفة حط جواها 2 كيلو، حتتين حديد كيلو وكيلو، وقام حاطط التفاح الناحية التانية وقعد يزود في كيس التفاح لحد ما البالانس الميزان بتاعه بقى مظبوط، واداني التفاح وقال لي ان كده اديتك 2 كيلو جرام اوف ابل. طيب هو عمل ايه؟ الماس بتاع التفاح ده ايكوال ايه؟ ايكوال توتال ماس اوف ستاندرد ماسز. كلمه ستاندرد ماسز هي حتت الحديد دي اللي هما بيبقوا عارفين ميزانها كام. يعني هو دلوقتي حط كيلو كيلو، يبقى هو وزن لي 2 كيلو تفاح، يبقى الماس ايكوال total mass of standard masses. ماما انا لقيت في المطبخ ميزان كده بيتكتب عليه ارقام، هو ده ديجيتال سكيل؟ انا نفسي اتفرج عليه واعرف بيشتغل ازاي. حاضر يا كوكو، روحي هاتي كوبايه الميه دي. مش دي كوبايه ميه وجواها في حبه ميه؟ انا دلوقتي هحسب لك الماس بتاعه الميه اللي جوه الكوبايه، هقول لك الكوبايه دي جواها قد ايه ميه. How to measure the mass of liquid by using digital scale. أول حاجة هحط على الميزان كوباية فاضية، الميزان بتاعي أرى 100 جرام. هاخد الكوباية وهحط جواها حبة مية وارجعها تاني على الميزان، يبقى أنا دلوقتي بقيس الماس بتاع المية والكوباية، طلعت كام؟ 180. يبقى الماس بتاعة المية بس كام؟ هقولك تاني، الكوباية الفاضية 100، الكوباية وهي جواها مية 180، يبقى المية بكام؟ 80 يا ماما 80. كده أنا خلصت شرح الماس. دلوقتي بقى طلع لنا كلمة جديدة اسمها ويت. الكلمة دي كلمة جديدة طلعت امتى؟ لما الراجل الطيب ده كان قاعد تحت الشجرة، وهو قاعد تحت الشجرة التفاحة وقعت على راسه، هو بقى اتضايق واتعصب جدا ومسك التفاحه وقعد يكلمها، انت ليه وقعتي على دماغي؟ انت ليه ما طرتيش في الهوا؟ انت قصده يعني ان انت تنزلي فوق دماغي؟ ومن يومها اكتشف كلمه ويت. ويت هي قوه جسم الارض للاجسام، يبقى الويت its force by which body attracted to earth. again weight it is force body attracted to earth، او هي قوه الجذب اللي بتشد الاجسام للارض، هي نفس المعنى. It's a gravitational force by which body attracted to earth. وقوة الجذب دي بيبقى مصدرها باطن الأرض أو مركز الأرض، يعني كأن في نص الأرض بالظبط في مغناطيس بيشد كل الأجسام للأرض. So the effect of weight directed towards the center of earth. يعني تأثير الويت بيرجع وبيتأثر بأنهي مكان؟ بالcenter of the earth، بمركز الأرض. مش احنا قلنا يا كوكو ان الـ units of mass هي جرام وكيلو جرام؟ دلوقتي انا هقولك ايه هي الـ unit بتاعة الـ weight. الـ unit بتاعة الـ weight هي نيوتن. نيوتن is measuring unit of weight. طيب 1 نيوتن ده قد ايه؟ لو جبتي اي جسم عندك الماس بتاعته ب 100 جرام، الـ weight بتاع الـ object ده equal 1 نيوتن، يبقى الـ نيوتن equal weight of object whose mass equal 100 gram. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن الـ unit of weight هي النيوتن. طيب مين هي الأداة اللي بتقيس الـ weight؟ مين هي الـ tool used to measure weight؟ It called spring scale. يبقى الميزان بتاعنا اسمه spring scale، هو الميزان ده اللي بيقيس الـ weight. طب الميزان ده بيشتغل إزاي؟ الميزان ده جواه سوستة، لما باجي أعلق أي جسم تحت في الهاك اللي تحت ده، السوستة دي بتتشد لتحت، فالسوستة دي بتطول، فلما السوستة دي بتطول بتقرأ قراية على السكيل بتاعه. شايفين السكيل بتاعه هو 50 100 150، فعلى حسب الويت بتاع الأوبجكت بيحصل extension للواير، بيحصل extension يعني السبرينج دي أو السوستة دي بيحصل لها استطالة، يعني بتطول. يعني لو حطيت جسم صغير السبرينج ده يحصل له extension حبة صغيرين، لو حطيت جسم أتقل السبرينج ده هيحصل له extension أكبر.
يبقى كده انا قدرت اقرا واعرف الرقم بتاع الويت بتاع القبر. انا خلصت الشرح بتاع النهارده، يلا بينا نشوف الاسئله على الجزء ده جاي ازاي. لو في اي جزء انت مش فاهمه اكتب لي كومنت، ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الاسئله. Choose the correct answer. The mass of half liter of water equal what? 5 gram, 50 gram, 500 gram, 5000 gram. عشان نحل المسألة دي تعال نفتكر معانا احنا قلنا ايه. احنا قلنا ان ال 1 liter اللتر الواحد للمية بيقابل 1 kilogram، يعني ال 1 kilogram قلنا قد ازازة لتر، يبقى ال 1 liter equal 1000 gram. 1000 جرام، يبقى اللتر الواحد فيه 1000 جرام. طيب نص لتر بقى فيه كام جرام؟ يعني اللتر الواحد اهو فيه 1000 جرام، يبقى نص لتر فيه قد ايه؟ يبقى 1000 جرام divided to equal 500 جرام. So the mass of half liter of water equal what? Equal 500 gram. Excellent. Okay. Choose the correct answer. Point is the measuring device of weight. Spring scale, balance scale, one arm scale. احنا اتفقنا ان كلمة device يعني tool يعني أداة. مين هي الأداة اللي بتقيس ال weight؟ Excellent. Spring scale. From the measuring unit of weight، يعني واحدة من ال units اللي بتقيس ال weight هي مين؟ gram، liter، newton، kilogram. ها مين هي ال unit بتاعت ال weight؟ اسمها ايه؟ Excellent. Newton. Newton is unit of weight. The weight of body is measured by which balance؟ اتفقنا ان كلمة balance يعني سكيل يعني أداة يعني الجهاز. مين الجهاز اللي بيقيس الويت؟ spring balance، double pan balance، sensitive balance، all the previous، يعني كل الإجابات اللي فاتت. good job. the balance used to measure weight is spring scale or spring balance. from the tool of measuring weight، مين هي التول اللي بتقيس الويت؟ اتفقنا ان كلمة تول هي ديفايس. مين الديفايس اللي بتقيس الويت؟ مين الأداة؟ مين الجهاز اللي بيقيس الويت؟ كيلوغرام، دبل بال بالانس، نيوتن، سبرينج بالانس. التول الأداة، مين اللي بتقيس الأداة؟ مين الأداة اللي بتقيس الويت؟ اكسلنت. سبرينج سكيل اور سبرينج بالانس. The newton is nearly equal weight of body its mass equal what. احنا اتفقنا ان النيوتن في التعريف بتاعه هو كان الويت بتاع الجسم اللي الماس بتاعته كام. excellent. 100 gram. excellent. good job. next question. complete the following sentence. the what is the measuring unit of mass and the what is measuring unit of weight. يعني مين هي اليونت بتاعت الماس ومين هي اليونت بتاعت الويت. the kilogram is measuring unit of mass and the newton is measuring unit of weight. the mass is measured by وسكت. يعني الماس بتتقاس بايه. and weight is measured by ايه. يعني مين اللي بيتقاس بايه. بيتقاس بإيه يعني إيه الجهاز اللي بيقيسه. The mass is measured by balance scale and weight is measured by spring scale. The weight is، عايزك تكتب ال define بتاع ال weight، عايزك تعرف كلمة weight. The weight is gravitational force by which body attracted to earth.
the instrument which in the measuring mass which used to measure mass يعني. While which instrument used to measure weight. Instrument كلمة instrument دي يعني جهاز يعني tool أو device. مين الجهاز اللي بيقيس الماس ومين الجهاز اللي بيقيس الويت؟ The instrument which used to measure mass balance scale and the instrument used to measure weight spring scale. Excellent. The weight of the body is measured by which balance يعني اسمه ايه البالانس اللي بيقيس الويت؟ كلها أسئلة زي بعضها بس الطريقة بتاعت السؤال هي اللي بتختلف. يبقى الويت بتتقاس بأنهي بالانس؟ spring scale excellent أو spring balance. Right scientific term يعني التعريف ده تعريف مين؟ A device used to measure mass. مين الديفايس اللي بيقيس الماس؟ Balance scale excellent. Scientific term the tool used to measure body weight. مين هي التول الأداة اللي بتقيس الويت؟ Excellent spring scale. The amount of matter that the object contain. بص معايا ام هي وام كمان يعني 2 ام amount of matter يبقى define بتاعها هو ده define mean mass excellent يبقى amount of matter 2 ام يبقى الانسر will be mass. The attraction force اتفقنا ان كلمه attraction force قوه الجذب يبقى ده على طول تعريف مين weight excellent. The amount of matter in the object. Amount of matter 2m. Your answer will be mass. Excellent. The amount of earth gravity. بيلخبطك. هو هنا قالك amount of matter. لا. هنا بيقولك amount of earth gravity. يعني كمية جذب الأرض to body. The answer will be what? طالما قالك جابلك سيرة gravity أو attraction force. يبقى لازم الانسر will be weight. Mention the function of يعني ايه هي وظيفة اللي انا هقولك عليه دلوقتي. ايه وظيفة السبرينج سكيل؟ السبرينج سكيل ده بستخدمه عشان يعمل ايه؟ Measuring the tool of weight يعني هي tool الجهاز اللي بقيس بيه الweight. Mention the function of يعني ايه وظيفة two arm balance scale. الارم اللي ليه كفتين ده بستخدمه عشان اقيس ايه؟ large masses يبقى هو tool to measure large masses. Mention the function of earth gravity. ايه وظيفة الجاذبية الأرضية بتعمل ايه؟ attract body to earth. Attract body to earth. خلصت حصتنا النهاردة. أشوفكم بإذن الله يوم الخميس الجاي الساعة 8. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو سبسكرايب للقناة. Thank you very much. See you soon. Goodbye.